أمطار غزيرة ليلة الجمعة تتسبب في انهيار عدة مباني ببرج باجي مختار بأدرار. إلغاء القروض على مشاريع أنساج وكناك وتحفيزات للشباب للاستثمار في قطاع الصناعة والفلاحة. مشاهدين أهلا بكم إلى التفاصيل. خلف هطول أمطار غزيرة ليلة الجمعة إلى السبت بمدينة برج باجي مختار أقصى جنوب ولاية أدرار في ثاني يوم من أيام عيد الفطر المبارك إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة انهيار عدة بنايات طوبية هشة من بينهم كبار في السن ونساء والذين تفاجؤوا بسيول المياه وهي تغمر سكناتهم والشوارع والطرقات وسط هلع وفزع سكان أحياء المدينة الذين عاشوا في ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي حيث لا تزال لحد الآن بعضها بلا كهرباء إثر سقوط بعض الأعمدة الكهربائية الأمر الذي عرقل تقديم يد المساعدة لبعض الأسر وتسبب في إصابة البعض بلسعات العقارب هذا وقد تم نقل جل الجرحى لتلقي الإسعافات إلى العيادة المتعددة الخدمات بوسط المدينة بينما تم إجلاء البعض الآخر لمستشفى رجان بالنظر لخطورة إصابتهم. يستفيد بداية من سبتمبر المقبل البطلون ذوي المشاريع من تخفيض عند مستوى 100% في نسب فائدة القروض للاستثمارات أو الاستثمارات الخاصة أو توسيع النشاطات التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية ويهدف هذا الإجراء إلى إرساء تسهيلات جديدة تحفيزية لصالح الشباب البطال كخطوة لتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة فزيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما سيستفيد أصحاب المشاريع الجديدة سواء التابعة للوكالة الوطنية لتشغيل شباب أنساج أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من تخفيض 100% من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات تخفيض نسبة الفائدة على القروض الموجهة لمشاريع الشباب البطال استثناء بنسبة 100% عن نسبة الفائدة المعتمدة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لباقي زبائنها يأتي كإجراء تكميلي لقرارات تحفيزية أخرى منها رفع فترة الإعفاء الضريبي على هذه المشاريع من 3 سنوات إلى 10 سنوات. استقبل مطار هواري بومدين صباح أمس 5 طائرات تحمل جموع المعتمرين العائدين من البقاع المقدسة وهذا بعد أدائهم لمناسك العمرة. الزميلة سميرة موقي رصدت لنا هذه الأجواء. الغاشي ما كاش بارابور العام اللي فات والعام اللي فات مي في زحمه كثير كاين زحمه بزاف 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 الحمد لله درنا اللي علينا ربي ان شاء الله حنا ليسونسيال ربي يتقبل منا يعني هذا العام عبالك دايرين مسخرين شوفي مسخرين كلش وسائل ماديه معنويه الله رايحه تشق من الحاله على حساب البنيان انا يخدم هذيك الخدمه كنت نخدم فيها لا شربونت ميتاليك هذه ان شاء الله تولي واحد الربع سنين تكون محسنه اكثر اكثر تولي حاجه هايله. هذا خاطر ما بداوش رايحين بزاف وبديت قاطع الياس وبكيت ومن بعد كي نحتها ربي استجب لي وصليت ودعيت وربي استجب لي وما دريتش حتى جاني الخبر جست رحت لاباس عليا الحمد لله وفرحت في هذا الخاطره كما فرحت بصح هذا الخاطره فرحت فيها. والله غير الحمد لله غير جوزناها عمره ما شاء الله والله غير الحمد لله ما من سعوديين غايمين ما شاء الله ما كانوا ما من ازدحام نقص شويه ماشي كما الاعوام اللي فاتت. بعد أن ضرب الخبازون بتعليمة وزارة التجارة عرض الحائط وأغلقوا محلاتهم أيام العيد تبعهم سائقو حافلات النقل بالمحطة البرية خروبة وخالفوا تعليمة وزارة النقل وشلوا جميع الخطوط التي تربط العاصمة بشرق وغرب وجنوب البلاد خلال اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك رغم إعلامهم بضرورة العمل أيامي العيد هذا الأمر الذي سيعرضهم إلى عقوبات صارمة حسب ما صرح به أحمد يحيوي المشرف على محطة خروبة في ميكروفون الزميلة سميرة موقي. نروح لتبسة وما لقيتش بنيتي جينا البارح ورجعنا ورجعت اليوم ها وما كانش واش راح نديروا صح جينا لهنا لمحطة الخروبة نتنقل المنطقة الشرقية بالضبط
فالمشكل تاع النقل مازال قائم في هذه لحد الساعه. فكاين الحافلات تاع الدوله تاع المؤسسه العموميه هذه خدموا، وانما الخواص ما جا حتى واحد فيهم. اليوم الاول كان مختصر على الخطوط المتوسطه وهي القبائل والبويره وبجايه. بما يخص الخطوط الطويله حافله ما كانت موجوده، جاوا لحقوا المسافرين للمحطه وعاودنا احنا استقبلناهم وقلنا لهم الشيء اللي كاين، رجعوا المشكل هذا للناقلين الخواص اللي ما عرفوش كيفاش يتحكموا في العاملين تاعهم باش يصيروا البريميجور تاع العيد للمواطنين. مديريه النقل علمناها البارح خاطر كاينه لا بيرمانونس في مديريه النقل وفي الوزاره باللي الناقلين هذوما ما جاوش، وان شاء الله من يوم الحد يكونوا اجراءات عليهم، اجراءات ردعيه بالاخص على الخواص الكبار اللي عندهم العدد تاع الحافلات الهائل اللي كانوا قادرين يديروا لو سيرفيس مينيموم. أزمة النقل مست النقل الشبه حضري بالعاصمة التي كانت شبه مشلولة في اليوم الثاني من يوم عيد الفطر. فوعود مؤسسة إيتوزا بضمان النقل للمواطن خلال هذه المناسبة لم تجسد على أرض الواقع. أنايا في العيد أنا نخدم هنا على كل حال باش نروح نشوف الدار ما كاين والو. دوزيام جور دوك أنا مازال ما رقدتش. عندي واحد 40 مينوت نستنى الطرولي ما كاين والو. ساعة وأنا نستنى في ترونسبور راني مع الدراري باش نروح البلاد، ما كاش طاكسيات ما كاش لي بوس ما كاش. الأزمة تاع لي ترونسبور في العيد ناقصة العيد، هاي لا بروف الشعب يروح بكرونديسا يروح بطاكسي يخلص 40000 50000 والدولة غايبة. كيران تاع روسيا غايبين نقول لك نخدموهم مع الاخر ما كاين والو. في العياد ينقص شويه طونسبور ماشي كيما الايامات الاخرين، يديروا سيرفيس مينيموم فهمتني، كيما دوكا باغ اكزومبل حنا رانا في لاكاروتيال هذه فيها وقع سي فيكيل، كي يلحق الاخر العيد هكذا ولا الاخر يديروا تروا فيكيل كات فيكيل ينقصوا شويه. لي تيزا عندها موك واسمو موك ديفيكتي واسمو لي فيكيل ما عندهاش يعني كيما نقولوا لي فيكيل اللي تسحقها لا لين هذه. احيا سكان قريه ايت خلفون الواقعه بضواحي دائره بني دوالة جنوب ولايه تيزي وزو عيد الفطر المبارك باحياء تراث وتقاليد الاجداد في التضامن والتكافل الاجتماعي بتنظيم لوزيعه او عمليه ذبح الثيران وتوزيع لحمها على السكان. هذه المبادره الطيبه المستمده من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف لمت شمل سكان القريه وسوت بين الفقير والغني وادخلت البهجه والسرور عليهم. زميل حسن زيزي حضر مبادرة سكان قرية آيت خلفون وعاد لنا بالتالي. احتفل سكان قرية آيت خلفون ببني دوالة جنوب ولاية تيزي وزو بعيد الفطر المبارك بالعودة إلى تقاليد القرية وتنظيم الوزيعة أو عملية ذبح ثيران جماعية ذبح فيها 5 ثيران اشترك في شرائها سكان القرية وبعض المتبرعين. نكوني تيم شارتاكي نسات كادر داسيزي جينا سيد جدود النار درادا نحرف في اللس خطر انتواري وما كاين كوره الاواد النار تروحون ما الدقس الاواد يروحون مشطحه قد يتنكارن وشفنا راه في اللسد. يعني تشدرت يعني المد انت مسنين افكان القمه ثم قرات اسم مسنين وافكان القمه ثم قرات الدين. يعني نكوني الذين سلمن ذي الوقت اللي كواي ذي الوقت الشده ذي الوقت كواي ذي ما تفقنص بمانك ذي سلمى ذي فقو قروك ونلمذ ثم سلايه الطارف ذي الوقت اللي كواي يقول سرفز ورسلس. سكان قرية أيت خلفون اختاروا إعادة إحياء لوزيعة عيد الفطر من أجل إحياء روح التضامن بين السكان وكذا للتسوية بين عشاء الفقير والغني. هذه ياركود حيان فينا نتزير كنا تلات حيو داريان داريان وان هاكوني حيو سيدي ربو هاكون وان داريان وان حيان تجدد حيان التراث حيان كلش هاكاها فكتيد بون أكثر بس من الذي. جدير بالذكر أن قرية أيت خلفون ما هي إلا عينة صغيرة من بين قرى تيزي وزو المتمسكة بتعاليم التضامن والتكافل الاجتماعي المستوحاة من الدين الإسلامي الحنيف. ختام الموجز، شكرا على طيب المتابعة في أمان الله.